مين كان بيتخيل انه هالمنشأة الرائعة موجودة بلبنان وتحديدا بمدينة محرومة من امور كثيرة هي مدينة بعلبك، يلي صار بامكانها التباهي بملعبها البلدي يلي بيتطابق مع المعايير الدولية. هالملعب كان من المفروض يكون بين الملاعب المعتمدة بكأس آسيا 2000، لكن انطلاق الأعمال فيه تأجل لعام 2004 وتوقف مجدداً عام 2007 بسبب مشاكل مالية استمرت حوالي 4 سنوات قبل ما يتم إنجاز الملعب مؤخراً بإشراف مباشر من وزارة الشباب والرياضة. هالملعب اللي بيستوعب 12,000 متفرج واللي بلغت تكلفة بنائه 20 مليون دولار بيتميز بموقعه، بالإضافة إلى أنه محاط ب 9000 متر مربع من المساحات الخضراء، يضاف إلى موقف سيارات وبئر ارتوازي خاص بالملعب. أما من الداخل فكل الأمور جاهزة تقريبا: غرف اللاعبين والحكام، المكاتب الإدارية، غرف الصحافة، الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى المستودعات، غرف التحكم والكهرباء، قاعة الاستقبالات، غرف المعلقين، بالإضافة لجناح خاص للشرطة، من دون ما ننسى أعمدة الإنارة المجهزة بغرفة خاصة للكهرباء والمصاعد الكهربائية، بالإضافة أيضا لمضمار متكامل لألعاب القوى وعشب اصطناعي بيتحمل العوامل المناخية الصعبة ودايما بالمقاييس والشروط العالمية. أول شيء هيدا الملعب بالنسبة لأي المنطقة هو مشروع حيوي على مستوى كتير عالي، مشروع حيوي من كل النواحي، من الناحية الرياضية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية. تم تنفيذ هالمشروع من قبل مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات بإشراف مجلس الماء والأعمار وبإشراف الاستشاري لاسيكو، وتم تنفيذ هالأشغال بمواصفات ومعايير فنية كتير عالية مثل ما لاحظتوا من حيث الفينيشينج تقول كل الأشغال المنفذة. وهالمشروع بالإضافة يعني لهالملعب وللأعمال الرياضية الموجودة كمان. وعلى الرغم من اكتمال معظم المتطلبات اللازمة بالملعب، بتبقى بعض الأمور يلي بتتطلب إنجازها. هلا الملعب نحن يعني بنتمنى بأقرب وقت ممكن انه مثل ما قلت لك في مبنى مخصص لكوى الامن الداخلي، بنتمنى كمان انه هالمبنى يعني يجي كوى الامن الداخلي ليلا، لانه عم بيصير شوية مشاغبات خاصة ليلية. وفي كمان مشكلة هي الوصول إلى الملعب، بحيث انه للوصول إلى الملعب عم نقطع بأحياء كلها ضيقة ومكتظة بالسيارات. يعني عم يندرس هلا في احتمال ينعمل مشروع بيجي مباشره الى الملعب عن طريق يعني تخطيط لطريق اوسع. في مشكله الخيمه اللي هلا كمان حكينا فيها فرجينيك عليها، اللي كمان بالدراسه اللي عم تتحضر لقدام. ملعب بعلبك البلدي من دون ادنى شك يعد حاليا احد افضل المنشات الرياضيه بلبنان، على امل انه يلقى الاهتمام عبر الصيانه المستمره حتى نتفادى سيناريو مشابه لملعب طرابلس الاولمبي. وللتفاصيل اكثر ايضا حول هالمشروع الرائع اللي بعتقد ما حدا شاف او عرف عنه شيء قبل، حديث خاص في معالي الوزير فيصل كرامي برنامج اوف سايد للحديث عن هالموضوع وعن هديه قريبه ومفاجاه ثانيه ايضا من وزارة الشباب والرياضة لجمهور الفوتبول. يعني اولا مبروك لكل لبنان بافتتاح ملعب بعلبك، وان شاء الله لمزيد من المشاريع الرياضية والمنشآت الحيوية اللي بتنعش الرياضة في لبنان. وطبعا مدينة بعلبك والبقاع عزيزين على قلوبنا جميعا، وكان من الواجب علينا استكمال هذا المشروع. هذا المشروع بلش سنة 2003 بقيمة 9 مليون دولار، ولكن طبعا مع ارتفاع الأسعار وعرقلة المشاريع في لبنان والأحداث اللي مرت على لبنان، الأسعار تجاوزت حتى اليوم 20 مليون دولار. وكان لما استلمت وزارة الشباب والرياضة كان هناك يعني مرحلة أخيرة تكلفتها 6 مليار ليرة، لذلك طرحنا هذا الأمر على مجلس الوزراء واستطعنا أن نؤمن هذا المبلغ، والحمد لله أمناه. واستطاع المنفذ اللي هو شركة حمود الحاج قاسم حمود أنه يستكمل هذا المشروع، واليوم فينا نقول مبروك للبنانيين بهذه المنشأة الرياضية الكبيرة، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات حتى داخل هذه المنشأة يلي أخذنا قرار في مجلس الوزراء إلى تحويله إلى مدينة رياضية. وهذا الموضوع رفعناه إلى مجلس الماء والأعمار لتقديم كل الدراسات، فعادت الدراسات بتكلفة
23 مليون دولار لاستكماله إلى مدينة رياضية، وهذه مفيدة جدا، وخصوصا أنه نحن على أبواب دورة عربية في لبنان في 2015، وكان من الضروري كمان أنه نعمل دراسة أخرى وهي استكمالا للطريق الدائري، وصل طريق الملعب بالطريق الدائري حتى يوصل بالأوتوستراد مباشرة ويستطيع الناس وصول إلى الملعب من دون الدخول داخل المدن. فهذا كمان إنجاز آخر يسجل إلى وزارة الشباب والرياضة. يعني بعد أيام معدودة سنفتتح تطوير وتجهيز ملعب فؤاد شهاب في جوني، والحبل على الجرار. طبعا يعني كانت من أولى أولوياتنا في هذه الوزارة هو تطوير المنشآت الرياضية ووضع على يعني السكة الصحيحة واستعمالها بشكل منتج، وهذا يعني هدفنا للملعب ملاعب في لبنان كلياتها، أنه تصير منشآت منتجة وليس بس منشآت استهلاكية.